صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم ملكي رقم 14 لسنة 2018 بشأن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة صندوق العمل جاء فيه المادة الأولى يعين في مجلس إدارة صندوق العمل كل من الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيسا السيد خالد علي راشد الأمين عضوا السيدة يارا رضا فرج عضوا السيد حسان أمين جرار عضوا السيد محمد عادل الفخر عضوا السيدة رانيا يوسف الشيراوي عضوا السيدة ديما رسول الحداد عضوا السيد حمد محمد السبيعي عضوا السيد سلمان عبد القادر السعد عضوا وتكون مدة عضويتهم في المجلس حتى تاريخ الخامس عشر من يناير 2019 ميلادية